السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جديد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، ازاي تعود الذكر بتاعك اللي لسه شاب أو لسه مستجد يا جماعة على التلقيح، ازاي تعوده على التلقيح وتقدر تاخد منه تخصيب عالي وتقدر تاخد منه تلقيح جيد يا شباب. مبدئيا كده احنا قلنا اقول لكم على شويه حاجات مهمين جدا لازم تاخدهم يعني في الذكر علشان تبقى انت عارف الذكوره بتاعتك ظروفها ايه او شكلها ايه. مبدئيا بتكون الذكر كامل الخصيتين، القوام بتاع الذكر بيكون ذكر ممتاز جدا يا شباب، بيكون ذكر طويل، ذكر ريح كويس، ذكر بصحه كويسه بعافيه كويسه. العضو الذكري بتاعه يا جماعه بيكون ممتاز، بيكون جيد. الذكر بيكون عنده يعني هرمون الذكوره عنده عالي، بتشوف الذكر وهو صغير كده يبدا ان هو يعمل وثب على اخواته، خدت بالك؟ فبيكون هرمون الذكوره عنده عالي، فتبدا انك تختار الذكر المناسب ده تاخده احلال عندك في المكان. طب تعوده ازاي على التلقيح بقى يا شباب؟ تحطه جنب ذكر يكون حامي. شايفين يا جماعه دي اللي بتطلع على الذكر دي النتايه، خدوا بالكم يا اخواتكم، دي النتايه الهارلكوين يا شباب، دي اللي عندها خصوبه عاليه ولا كحه تلقيحه دلوقتي. فقلت استغل فرصه وايه واصور لكم الفيديو واقول لكم على الموضوع ده. ان الهارلكوين اللي طالع في الذكر دي اصلا ديت النتايه، ديت نتايه واوري لكم الوقت. الذكر ده شنشل، تمام؟ فالذكر ده علشان ان اجيبه هنا واعوده على التلقيح يبقى على مكان في العين، العين هنا يا جماعه جنب اخواته، تمام هنا. فطبعا انا جبته في العين ديت وحطيته جنب ذكر، كان هنا الذكر اللي هو الدوتش الكبير كان هنا يا شباب، تمام. نقلته في العين الثانيه، في عين واسعه شويه، تمام. فطبعا جبته هنا جنب ذكر شغال، جبته جنب ذكر ايه شغال علشان يشوف الذكر الشغال بيلقح ازاي وبيعمل ايه وقت التلقيح، فيبدا الذكر يتعامل زي ايه، زي اخوه او زي الذكر الكبير اللي جنبه بيعمل ايه، يبدا ان الذكر يعني يستوعب ايه اللي بيحصل او ايه اللي نظام التكتكه او يعمل ايه مع النتايه او الكلام ده. فزمان شايفين يا جماعه لما حطيته جنب الذكر الكبير وبدا يشوف الذكر الكبير بدا يطلع برضو على النتايه، بس لسه صغير ما عندوش خبره، بيطلع عليها من اي اتجاه، ما عندوش لسه ايه، لسه مش فاهم، عكس الذكر الكبير. فطبعا انا حاطه دلوقتي ولقحت منه قبل كده يا جماعه تلقيح الارنبه ديت اهيت يوم 23 اللي فات، وطبعا النهارده يعتبر 28، لقحت هنا 23 واحد من الذكر الشنشيل اهوت علشان خاطر ان انا ايه يعني اعرف تخصيبه هيبقى ظروفه ايه، اعرف تخصيبه يعني نلقح منه 5 ايام، لقح منه من كام؟ من 5 ايام. فجيت برده تلقح منه برده كمان دلوقتي، وذكر ما شاء الله اكتر من 3 كيلو ودخل 3 ونص، تمام يا شباب. فقلت برده وشاب لسه شاب ولسه ملقح منه من 5 ايام وذكر 3 كيلو ونص. اهو يا جماعه بدا يظبط نفسه على النتايه اهوت، وهو لقحها تلقيحها دلوقتي. فقلت برده ان ايه يعني اصور لكم الفيديو واقول لكم ازاي ان انت تاخد ذكر كويس بمواصفات جيده، ذكر يكون ذكر قوي، ذكر يكون حجمه كويس، وزنه كويس، يكون الذكر يا جماعه جريء زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بيعمل قبول على النتايه، عنده يعني هرمون الذكوره عنده عالي زي ما انتم شايفين كده يا شباب اهوت. طب نعدله كده على النتايه ونشوف هيعمل ايه. يلا يا حبيبي، اديله له كده في النص. ذكر ده يا جماعه ذكر لسه شاب، يعني لسه ذكر شاب 3 كيلو ونص، او يمكن يقل حاجات بسيطه عن 3 كيلو ونص، يعني ده يعتبر تاني مره يلقح، تاني مره ايه يلقح يا شباب. النتائج منها يعني هي اللي طالبه التلقيح، عندها خصوبه عاليه يعني شديده شويه شديد، وانتهى هارلكوين يا جماعه، يعني انتهى هجين بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا. ذكر خربيش هنا بقى وانا بشد النتايه. فطبعا يعني عود الذكر بتاعك من هو اما تيجي تجيب ذكر جديد وعايزه يتعلم التلقيح ان انت تحطه جنب ذكر شغال، تحطه جنب ذكر شغال يكون بيلقح قديم، القديم الذكر الكبير القديم اللي عندك، علشان يشوف الذكر بيعمل ايه ويبدا يعمل ايه، يبدا يعمل زيه، يبدا ان هو يتعامل مع النتايه زي الذكر، يتعامل مع النتايه زي الذكر ايه القديم، فيبدا يشوف الذكر بيعمل ايه. وطالما الذكر الشاب لقح عندك مره خلاص فتحت التلقيح معاه والعمل بيبدا يظبط معاه، يبدا ان هو يشتغل ويبدا ان هو يلقح
وطبعا ده ذكر يا جماعه برضو لسه شاب، حاجه جميله جدا ما شاء الله، حاجه البابيون اللي احنا كنا بنتكلم عليه، خدت بالك ان احنا ده هنهجم منه يا جماعه علشان نطلع منه ارنب شبه البابيون البور بالظبط باذن الله. وهتشوفوا ان شاء الله التهجين بتاعنا وكل حاجه هتحصل معانا يا جماعه، هنصورها لكم ان شاء الله يعني لقطه بلقطه وفيديو بفيديو وحلقه بحلقه بحزن باذن الله، بحيث ان احنا ايه نقدر نستفيد كلنا مع بعض، نقدر نستفيد كلنا يا جماعه مع بعض. متاريات والده من يوم 16، والده يوم 16 هو الحمد لله الذكر ده لقحها تلقيحه دلوقتي، قلت ايه يعني فرصه بقى نستغل الموقف ونصور لكم فيديو ونحكي لكم على الوضع، على الوضع ده يا شباب. يعني بقى نصبر بقى شويه لحد ايه ما نشوف هيعمل ايه معاه. انزل. طبعا ده يا جماعه الشغل بتاعنا امهات بسم الله ما شاء الله، والده ديت وشوفوا انتقاها منهم 8، دي والده يوم 18 ان شاء الله، حاجات جميله جدا، شويه حلويات يا شباب بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. شايفين مع 10 ارانب بسم الله ما شاء الله، 7 ابيض و3 اسمر، حاجه جميله جدا يا شباب، ربنا يزيد ويبارك ما شاء الله ان شاء الله. انا يعني قاعد بقى براقب الذكر اشوف هيعمل ايه مع النتايه. تمام ودي ان شاء الله ايه عضك، بس عضك ولا ايه؟ عضها ماشي. وطبعا دي النتايه يا جماعه تولد برضو ان شاء الله قاعده جايه زيت، الصلاه على النبي، عشار عشار تقيل كمان. تمام طبعا دي برضو نتايه والده اللي بتلقحها من الذكر ده يا شباب، اهيت ما شاء الله الفيده بالصلاه على النبي، اهيت ما شاء الله كبيره ماشي. طبعا دي بقى زي ما انتم شايفين كده يا شباب عيالها كبار ما شاء الله، همت نايمه كده ومرحرحه، الصلاه على النبي اهيت ما شاء الله. ادي بقى الخلفه الصلاه على النبي، حاجه جميله جدا يا شباب. فطبعا الحمد لله ناجحين والحمد لله ماشيه الدنيا حلوه الحمد لله. وطبعا ده برضه دي امي لسه شابه، ده برضه والده يا شباب اهيت الصلاه على النبي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهوت. ودي طبعا والده برضه اهيت نايمه وادي عيالها بسم الله ما شاء الله ماشي يا شباب اهوت. ادي بقى الخلفه الصلاه على النبي. تمام حاجات جميله جدا، اللهم صل على النبي اهوت. دي الايفوماج يا جماعه اللي احنا بنستخدمه الايفوماج. وطبعا ده برضو ام والده اهيت بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك معاها 9 يا شباب. دي يا جماعه الرضاعه الصلاه على النبي، حاجه جميله جدا ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك اهو الصلاه على النبي. نرجع تاني بقى ايه للذكر شويه مع النتايه. يلا يا بوكشه انا عايز اجيبها كمان تلقيحه عشان ما خدت منه 2، لو ما لقحهاش التانية بقى هاخدها واديها ايه القحها من ذكر تاني، ذكر السيلفر ولا حاجة. يلا طبعا لسه ذكر الصغير يا جماعه مبقاش زي الذكر الكبير، مهما كان برضو مهما كان مبقاش زي الذكر الكبير، يعني لسه ذكر والنتايه يعني الطلبه بتراها صعبه فهي بتتلعب كتير منه.
شايفين يا جماعة النتاية هي اللي بتطلع على الدكر، يعني النتاية هي اللي بتطلع هي اللي بتطلع على الدكر. بس يا بيت ست فاشل كده. يلا يا بول. طبعا يا جماعة احنا نقلنا النتاية لان الدكر كده تاني، يعني يعتبر دكر لسه صغير، خدنا منه تركيحة واحدة الحمد لله. وطبعا بقى ايه، هنجرب نحط النتاية للدكر ده ونشمنا لقاحة كمان تركيحة ولا اتنين، بحيث ان احنا نأكد التركيحة الاولانية. تمام يا شباب، نحط الدكر ده اللي هو السيلفر ده، شباب الصلاة على النبي اهوت، ناخد منه تركيحة وناخد من الدكر ايه البابيون كمان تركيحة. ثواني هنزل لكم بس الارنبة للدكر ونشوف هيعمل معاها ايه. هوب، شفتوا كده يا جماعه دي تلقيحه. طبعا الدكر ده يا جماعه قالش وبيغير شعره كمان، ومع ذلك خدت منه تلقيحه. ان هو قالش وبيغير شعره خدت منه تلقيحه. تمام اهو شايفين يا جماعه ده بيغير شعره اهو. تمام، عشان برضو الناس ايه اللي بتقول الارانب والارانب دي قالش وبيغير شعره يا شباب. طبعا ده ما شاء الله لقح منه بقى تاني. اخد النتايه تمام، احطها ايه لدكر تاني. تمام اهو ادي عندي النتايه معانا اهيت، وانا الدكر الدوتش ده بالصلاة على النبي الوحش ده اللي كان هناك يا جماعه، اللي كان جنب الدكر اللي هو الشنشله، نقلته انا بحيث ان هو ايه قد مجال للدكوره التانيه انها تشتغل، لان العند واسعه شويه عن ايه عن العين اللي هناك. يتعدل كده يلا. ذكر تقيل يا جماعة على النتاية، ديس على دلهي. يلا يا غالي ان شاء الله الدكر ده يا جماعه 5 كيلو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. تقيل على 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 ظهر ان انت مش قادر ترفعه. طب هنحطها للدكر الباب. طيب يا جماعه ناخد النتايه دي بقى، طالما الدكر الدوتش مش يعني مش قادره انها ترفع له. تمام، انا برده نحطها للدكر الباب يمكن اشوف يعمل ايه معاها يا جماعه، اشوف يلقحها ولا يعمل معاها ايه. يلا بينا مع بعض يا جماعه نحطها للدكر الباب يمكن. اهم حاجه ناخد ايه، انا هاخد كمان تلقيحه من الدكر بحيث ان احنا برده ناكد على ايه على التلقيحه يعني مع الام دي. يا شكل الارنبه دي يا جماعه بانها خلاص هترفع يا جماعه. هوب يلا يلا يا ريس. يلا يا غالي، عايزك تبقى كمان تلقيحه بس ايه، نبقى احنا اكدنا كده بثلاث تلقيحات. ثواني يا جماعة نعدلها له في النص بتاع كده. يلا يا باشا بس بقى عايزين نجيبها كمان واحدة. عايز يطلع. يلا يا ريم نتابع انها ما عادش هترفع. تمام، اكتفت بالتلقيحات اللي خليتها بانها اكتفت على كده. يلا يا باشا
يلا يا ريس. حط انا التكر ديجيتال. شو بيعمل ايه معاها؟ نشوف هترفع ولا لا. كانت هي اللي بتطلع فوق الدكر الشنشل وهي اللي قاعده تلقحه. الوقت هي نامت في الارض ولدقت في الارض معاها عشان تقبل التلقيح خالص. شوف الدكر بيعمل معاها ازاي؟ يعني اكتر من كده ايه بقى؟ وهي اتلقحت مرتين تمام. فانا نفسي الدكر دوش ده لقحها على تلقحها لان حجم الدكر كبير عشان يجيب خلفه حجمها حلو. يعني شو الدكر الأدابة لزقت في الأرض عشان ترفع نفسها. لو حد معايا بيصور كنت أنا رفعت الأرنبة للدكر كده وكان أم لقحها إيه؟ وكان أم لقحها. هي أصلا كده كده قبل التلقيح يعني. طب نحطها للسيلفر تاني يمكن تكون مش قبل ال يمكن تكون مش قبل الدش أساسا. هي في أرانب بترتاح للكورة والكورة لأ. هي لقحها يا جماعه. شوف يا جماعه شوف يا جماعه اللقحه ديت ما شاء الله. يلا يا جماعه طبعا ديت كانت حلقه النهارده. نسيبكم بقى في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.